السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، ونتمنى أن أنتم تكونوا قضيتوا عيد سعيد، ونتمنى لكم صيام 9 أو 10 ذي الحجة وعمل صالح فيها، ونتمنى حج مبرور لكل من حجوا بيت الله الحرام. كذلك نتمنى لكل إخواننا وأخواتنا اللي من أديان الأخرى أن ربنا يجعل سنيهم وأيامهم وساعاتهم وأسابيعهم مع أهلهم وأخوانهم وأقاربهم تكون سعيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. أتمنى للجميع الخير والبركة في هذه الأيام المفترجة بالنسبة لكل إنسان في العالم. أنا بتكلم على هذا العنوان اللي هو الفشل، وبأسقط هذا على نفسي أنا شخصيا. فقبل ما أخش في الفشل ده أو النجاح، هنحاول نشوف من أنا. أنا شاب اتولدت في مصر في القاهرة، عشت في مناطق مختلفة من الحلمية لليكنية لمناطق الضرب الأحمر وسوق السلاح للمهندسين لمدينة نصر إلى آخره. دخلت كلية الطب وأصبحت طالب في كلية الطب. كنت عاد شاب عادي جدا 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 زي أي شاب في الستينات والسبعينات، بيلبس البنطلونات الشارلستون بألوان مختلفة وغريبة، منها التركواز، منها الأصفر كناري، منها البينك اللي هو اسمه البامبي، والحقيقة بقى لونها بامبي على حسب قول السيدة المبجلة سعاد حسني إلى آخره، زي أي شاب يلبس النضارة الريبان والبيرسل والشنب كذا إلى آخره. يعني دي كانت حياتنا احنا في مصر في عصر الستينات وأوائل السبعينات، وإحنا في الكلية كذلك كنا كده، كنا نعتبر يعني الهانسم جروب يعني اللي موجودة في كلية الطب جامعة الأزهر. لما اتخرجت من الجامعة كان قدامي خيارين، اما ان انا اروح السعودية واشتغل او ان انا اجي هنا واتعلم في بريطانيا. فاستشرت الوالد، فالوالد نصح لي ان انا اجي بريطانيا للعلم والمعرفة، والحمد لله وصلت بريطانيا في نوفمبر عام 1978، يعني تقريبا 40 سنة وانا موجود في بريطانيا وفي الغرب. فانا بتكلم عن المسيرة المجتمعية من ساعة مركبة طيارة مصر للطيران في نوفمبر 78 إلى يومنا هذا. هل إحنا فشلنا في هذا الأمر أم لا في حياتنا في بريطانيا أم لا؟ قبل ما نبدأ في الموضوع ده، كنت أنا عشان أعمل امتحان المعادلة ويكون عندي رخصة للعمل في بريطانيا، كان لازم اعمل امتحان في اللغة وامتحان في الطب. سقطت طبعا زي ما بسقط في كل حاجة، وسقطت 4 أو 5 مرات، ونجحت في الاخر في الطب، وكان منتظر ان انا اعمل امتحان اللي هو اللغة. فكان واحنا قاعدين في المستشفى في أبرستوث دي مدينة صغيرة على البحر في ويلز، لقيت في اعلان كده اسمه ميتنج، يعني لقاء، يعني عاملاه مؤتمر، حاجه اسمها كريستيان ميديكال فيلوشيب جروب، يعني المجموعه الطبيه المسيحيه. فرحت قلت اما اروح اسمع بيقولوا ايه عشان اتعلم اللغه وابتدي اتعامل مع الناس. كانت هي جايه من مجموعه تبشيريه يعني عن طريق المجال الطبي. ففي نهايه اللقاء قابلتني بنتين، واحده سويسريه وواحده ألمانية، وحبوا يغيروا ديني أو يبشرون ندخل إيه الدين المسيحي. وطبعا ده كان جزء من الأشياء اللي خلتني أرجع مرة تانية وخش وتفرج وأعلم أكتر عن الدين الإسلامي. جابوا لي واحد من لندن أردني حب يدعوني للدين أيضا، وبعدين في الآخر قال لي يلا نصلي، قلت له محسبك خش أتوضي عشان أجي أصلي. كانت دي مسيرة خلت الإنسان يفكر مرة تانية في دينه، في معتقداته، في قيمه، في ثقافته. بعدها لما جيت برمنجهام كان في مجاميع اسمها المونيز، اللي هم سينج أمون، أربع سينج أمون تبع كنيسة التوحيد،
كانوا عاملين فلسفة جديدة أو دين جديد يجمع كل الأديان في حاجة معينة. فمشيت معاهم شوية عشان أتعلم منهم بعض الأشياء اللي بتساعدك في فهم الأديان الأخرى. اشتغلت هنا في بريطانيا. وأما جيت برمنغهام في عام 1980، ممكن نبدأ عام 1980، كان في أحداث كبيرة حصلت في المنطقة العربية، أحداث صبرا وشتيلة في لبنان والمجزرة بتاع صبرا وشتيلة، وأحداث حماة في حماة في عام 1980. فبدأ العمل الإغاثي إيه يخش كده حتة حتة يتقدر إيه فيها. في المجاعة في شرق أفريقيا في أريتريا وتجراي، كان دي النقطة القاسمة اللي خلت الواحد إيه يبتدي يفكر تفكير جدي في إن هو يبتدي يعمل شيء. بدأنا الإغاثة الإسلامية في 84 على أحداث المجاعة في شرق أفريقيا وفي أريتريا وتجراي وفي شرق السودان لما جم اللاذقين، وبدأنا نعمل نشتغل الإغاثة الإسلامية منذ هذا اليوم. لا كان في مكتب ولا كان في فاكس ولا كان في تيلكس ولا كان في تليفون ولا كان في كمبيوتر ولا كان في موظف ولا كان في ميزانية ولا كان في استراتيجية. أنا بقول لكل شاب يسمع الكلام ده وبستعمل صباعي ده كده، كانت حاجات دي ما كانتش موجودة. اللي يقعد يمخمخ في الظلمة هيعيش عمره في الظلمة، اللي يمخمخ في الظلمة هيعيش عمره في الظلمة، واللي يقعد يقيت أو يشرب حاجة كده تخلي يبقى عايش فوق السحاب هيعيش عمره فوق السحاب وعمره ما هيجتمع مع التزم المجتمع. كانش في أي إمكانيات عندنا. بدأت الإغاثة في 84 وكان حلمنا إنها تكبر. أصبحت الإغاثة دلوقتي بعد 33 سنة، أوعى تفتكروا أيها الشباب إنك هتعمل حاجة النهاردة الأرض هتخضر بكرة. عبد الحليم حافظ كان بيقول لك إيه، نفوت على الصحراء تخضر. لا مش هتخضر، هتقعد سنين وسنين وسنين وأيام عشان تخضر، والحشيش مش هيبقى شجر إلا بعد سنين، وبعد ما يكون على الأرض الشجر ده فلاح ماهر يستطيع أن إيه يرعى هذه الأشجار. مش واحد معدي كده، واحد مخه مش مركز، واحد شغال كل الثورة بتاعته وكل الفكرة بتاعته نحط هاشتاج عشان نستجري وراه. العالم دي مش هتبني مجتمعات، مش هتبني مجتمعات. اللي يبني مجتمع هو اللي يقعد على الأرض ويستحمل لغاية ما يحول البذرة إلى شجرة ثم إلى موئل وغابات، اللي بتاخد عشرات السنين. الإغاثة الإسلامية 33-34 سنة لغاية بتحارب من زمان ولسه بتحارب إلى اليوم، لكنها ما زالت قائمة وعندها 40 مكتب في العالم كله. فلذلك ما ننظر لأول بذرة إحنا عملناها. تاني بذرة فعام 89 كنا إحنا قاعدين في غرفة صغيرة جدا ما فيهاش إلا إيه يعني حاجات بسيطة، تليفون وفاكس، جبنا الفاكس. كنا بنفكر إن نعمل ماراثون، ليه ما نعملش ماراثون؟ فعملنا الماراثون وطلبنا من البلدية انها ايه ناخد التصريح منها في 89. لما خدنا التصريح منها اعلنا وزعنا اوراق، ما تقدمش الا واحد بس، واحد انجليزي مش مسلم، واحد انجليزي مش مسلم. ها ففي الاخر لغينا الماراثون. ليه؟ لان الاغاثة الاسلامية في الوقت ده ما كانتش عندها قدرة على ادارة ماراثون، والجالية بتاعتنا ما كانش عندها قدرة على فهم معناها ايه ماراثون، ففشلت. مفيش مشكلة، كنا عايزين نبقى ماراثون زي ماراثون بتاع لندن او بتاع الاوكسفام الى اخره، لكن ما نجحناش فيها. في نفس السنة ها جات لنا فكرة اكبر من دي، اللي هي فكرة ان نعمل الاسلاميك ليف جيمز. قلنا نجرب في شهر ابريل في السنة دي نفسها ونعمل دوري لكرة القدم لخمسة بالجون، سموا خمسة ايه بالجون. وعلنا اتفقنا مع مؤسسة طلابية اسمها فوسز وعلى اننا نجيب الايه الجمعيات الاسلامية في كل بريطانيا تبعت الفرق الكرة القدم بتاعتها. لاننا في اقل من اسبوعين استطعنا نجيب 36 فرقة من مدن من ابردين عند بحر الشمال فوق لساوث هامبتون
تحت في جنوب بريطانيا. يعني فاكتشفنا بقى ان الرياضة والكرة بالذات هي تعتبر شيء مهم جدا 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 عند مين؟ عند ايه؟ الفئة العمرية دي كلها. ففي نفس السنة قلنا احنا لو نجحنا في شهر ابريل هيبقى في اكتوبر هنعمل اول اسلاميك ليف جيمز. عملناها في حاجة اسمها برمنغهام سبورت سنتر، المركز الرياضي في مدينة برمنغهام. عشان نعمل ايه؟ جبنا لعبة كرة قدم، فولي بول، تيبل تنس اللي هو البينج بونج، وبعدين حاجات تانية يعني في نفس الوقت اللي هو كبادي، وساعات بعد كده طورت. بعد كده السنة اللي بعدها سنة 90 نقلنا من برمنغهام سبورت سنتر اللي هو من مركز الرياضي في برمنغهام الى المركز المعارض اللي هو اكبر مركز معارض في ارض معارض في بريطانيا، حاجة اسمها NEC National Exhibition Center، وكان بيحضرها حوالي 10,000 مشاهد ومئات الفرق بقى من الكرة القدم للكرة الطايرة للتيبل تنس اللي هو المضرب، للكبادي، للتاكرو لعبة ماليزية، للكريكت. كل الحاجات دي كانت ايه؟ كانت موجودة عندنا. حتى ان كان في نفس الوقت ده عملنا حاجة اسمها دورة رياضية للنساء كذلك في نفس المكان في 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 القاعة في أرض المعارض. وحتى كان أول عرض أزياء إسلامي للنساء في أوروبا كله في بريطانيا كان موجود في أرض المعارض، وإحنا عملناه وعملته معنا واحدة اسمها الأخت ريحانة صادق، ودي كانت عاملة عرض الفاشن شو والحنة والحاجات دي للنساء في حوالي 93 أو في 94. استمرت الدورة الرياضية دي لغاية حوالي 98، وبعدين ما كده أصبحت حمل على الإغاثة الإسلامية فوقفت بعد كده. هل هي فشلت؟ لا، ما فشلتش، بل بالعكس دلوقتي أصبحت الرياضة جزء من ثقافة كل المساجد وكل الجامعات الإسلامية اللي موجودة في بريطانيا. مش معنى كده أنك تبدأ فكرة لازم أنت تفضل ماشي في الفكرة لغاية ما تموت، لا، في ناس تانيين هياخدوها منك ويطوروها زيك وأحسن منك. أول صلاة عيد في الخلاء أو في كان نحن عملناها في سنة 90، طبعا مش دي الصلاة دي اللي رتبها اللي حضرها حوالي 100,000 مصلي في عيد في رمضان في العيد الفطر، ودي اللي رتبتها الهيومن أبيل ومعها اللي هو مسجد جرين لين في برمنغهام. أما اللي احنا عملناه كان في سنة 1990. حصلت ازاي؟ طب أقولك، طب وإيش دخل الإغاثة الإسلامية في صلاة العيد؟ احنا بنتكلم على مجتمع. إيش دخل هاني البنا في صلاة العيد؟ احنا بنتكلم على مجتمع، مجتمع محتاج خدمات. ففي المجتمع ده، واخدين بالكم، جالي واحد كان عنده محل ريستوران، يعني مطعم اكل في شارع هاجلي رود في برمنغهام، راجل باكستاني طيب اسمه مطعم عمر، وقال لي يا دكتور هاني، وكنا احنا قاعدين في غرفه صغيره كده، قال لي ايه رايك عايزين نعمل صلاه العيد بره في الـ في الـ في الجنينه. قلت له ما فيش، فكره جميله جدا، نروح نسال ايه المساجد. قعدنا نلف على المساجد كلهم مستحسنين الفكره في الاول، لكن في الاخر رفضوها علشان يوم العيد ده اللي هو اليوم اللي بيجمع فيه التبرعات. ففضل مين يعملها؟ هو الاخ صاحب مطعم عمر وانا. فعملناها في نفس الجنينه سنه 1990، من 27 سنه، حضرها 2500 في الوقت ده. كان شيء ولا مسجد وراها. وكان خطيب العيد هناك يوميها الدكتور صورتي، ربنا يديله الصحه، لو كان استاذ في قسم الدراسات الاسلاميه في جامعه برمنغهام. ما عملناهاش بعد كده. احنا معنا كده ان فشلنا؟ لا، ما فشلناش. دلوقتي جرين لين بارك، جرين لين موسك، مسجد جرين لين، والهيومن ابيل عاملينها وبيحضرها 100,000 او 80,000 او 90,000 بعد كده. فده بالنسبه ليه؟ لابد انت كمجتمع، انت مش مجرد انك بتشتغل في العمل الاغاثي فقط، لا، يكون لك شيء مع المجتمع. حسينا في سنه 92 من خلال استقراءاتنا وعملنا واللحمة اللي بناكلها ان في لحم كتير جدا بيتباع على انه حلال، هو مش حلال. فبدأنا نقعد مع بعض كمجموعة من الناس، منا كان فينا مجموعة من الجزارين، مجموعة من عندهم سلخانات يعني مذابح، ومجموعة من عامة الناس اللي هم زي حالاتي انا يعني. فقررنا ان نعمل حاجة اسمها المجلس الحلال، مجلس الاكل الحلال. واجتمعنا سنين وعملنا اوراق، وكان عندنا حلم كبير جدا ان كل خروف وكل عجل وكل معزه يكون عليه الختم ده. كان حلم كبير جدا جدا. فشلنا في تحقيقه. واتقفلت
اللي هي او لسه الوقت مقفولة، عندنا الاوراق بتاعتها القديمة، لكن دي محاولة، محاولة تدل على ان احنا ابناء المجتمع عندنا الرغبة في الاخذ بالمبادرات. اسباب فشلها ان احنا ما كانش عندنا الرؤية الكاملة لكيف ندير منظمة تجمع نوعية من التقنيين في اللحوم، خاصة كان عندنا اصحاب المجازر واصحاب المحلات، واحنا كان خبرتنا بسيطة فما قدرناش نكمل فيها. دلوقتي فيه، اصبح دلوقتي فيه الاكل الحلال دلوقتي في كل السوبر ماركت الكبيرة، كل يعني هتلاقي في ازدا وفي تيسكو، كل الحاجات الكبيرة اللي احنا بنتكلم عنها دي سواء كان في بريطانيا او خارج بريطانيا. دي كان في لما ظهرت حاجة اسمها اليوروفيجن سونغ كونتيست، اللي هو ترجمها بالعربي ازاي، في اخر الثمانينات اول التسعينات كان عندهم اللي هو الاحتفال المسابقة احسن مغني في العالم او احسن مغنية او احسن اغنية. كنت انا في الوقت ده في اخر كتبت ورقة اسمها جراسروت. جراسروت يعني هي العمل مع الاعمال الشعبية والاعمال الجماهيرية، الجماهيرية اللي كان فيها جزء منها ان نعمل اللي هو اسلامك ليف كونسرت، اللي هو ليالي الاناشيد والاغاني للاغاثه الاسلاميه. وكانت الفكره الاساسيه ان احنا نعمل مسابقات على مستوى المدن، مستوى المحافظات في بريطانيا في الغناء وفي الشعر وفي ترتيل القران وفي التجويد، والفائزين منهم نجيبهم رويال ألبرت هول في لندن عشان يحتفلوا، يخش فيهم بالفائز هناك ونشوف مين فيه، نعمل مسابقة تانية في رويال ألبرت هول عشان نشوف مين أحسن المتسابقين في هذا الوقت، عشان المجتمع هو اللي يعمل الكونسرت نفسها. الإسلامي كليف نفذتها غلط، بأنها بدل ما تبتدي من تحت لفوق بدأت منين ازاي؟ بدأت انها تجيب لهم الناس النجوم الكبار عشان يحيوا الحفلات، وكان اولها في 94 برمنغهام مانشستر ولندن، وبعدين بعد كده برادفورد وجلاسجو في نفس السنة، ومشيت المسيرة وتحولت من الاسلاميك ليف كونسرت للي هي ايفنينج اوف انسبيريشن، اللي هو ليلة او ليلة الايه التحميس الى اخره الى اخره. علاقه الانسان بالمجتمع تكون مش علاقه اتجاه واحد، لا، في الجراس روت اللي انا كتبتها دي اللي هي اعمال شبه العلاقه رايح جاي، انا باخد المجتمع، المجتمع بيخدمني، انا باخد المجتمع بيديك ابنائه وبناته عشان يشتغلوا معاك متطوعين لانه بيثق فيك، يبقى ثقه تكون موجوده، انت بتضيف اضافه اخرى على ابناء المجتمع، لان المجتمع بيقف وراك لان انت بتقدم له الحلول للمشاكل بتاعته. المجتمع وقف معاك لان انت واقف وراه، المجتمع وقف معاك لان انت الوحيد اللي بتدافع عنه. فلذلك العلاقه بينك وبالمجتمع وافراد المجتمع يكون علاقه رايحه جايه، مش علاقه ساعه الانتخابات فقط او ساعه ما يكون عندك مصلحه مع المجتمع او ساعه ما يكون رايحتك مع التبرعات، ده كله غلط. لابد تكون علاقه مستمره 24 ساعة. فمن يعمل في المجتمع لابد أن يكون متفاعل مع أحداث والتغيرات المجتمعية التي تحدث باستمرار. ده بعد أن احنا وقفنا الإسلام كيف وقفت اللي هو الكونسرت، لكن دلوقتي في مؤسسات كتيرة كل سنة طلعها، هيومن أبيل، مسلم إيد، بيني أبيل، مسلم هانز، وكبقت أصبحت فينومنا، أصبح الإنشاد فينومنا في بريطانيا. مؤتمر جمعية الإيدز اللي هو صندوق مكافحة مرض الإيدز، بدأ الفكرة تتكون عندنا وأنا موجود في الإغاثة في 2004-2005، ويكون لأن الإيدز أصبح وباء عالمي، فحبينا نعمل شيء. فكان أول شيء عملناه إن احنا نظمنا مؤتمر علشان نضع فيه وجهة نظر الإسلامية في كيفية نحارب اللي هو انتشار أو نقم انتشار مرض الإيدز. وكان ده في 2007
فجنوب افريقيا، وحضر حوالي 250 واحد منهم علماء من كل الدول العربيه والاسلاميه وكذلك مؤسسات وكذلك مرضى كذلك. احنا حتى عملناها في جنوب افريقيا لكن عدم ارتفاع عدد المصابين بمرض الايدز كان عالي جدا اللي هو الاتش اي بي. وزرنا حتى اماكن للمصابين دول هم عايشين فيها وشفنا الحالات اللي هم عايشين فيها. تحولت فكره هذا المؤتمر في 2007 الى ان احنا عملنا اللي هو الصندوق دعم مرضى الايدز او صندوق مكافحه مرض الايدز اللي احنا عملنا. بعد كده هو قلنا ان في 10 جمعيات عربيه واسلاميه تحط كل واحد فيها 10,000 دولار وعشان نمشي المكتب بمسؤول واحد في لندن ونمشي نعمل شغل مع المجتمع الدولي. استمرت لمدة 5 سنين أو 6 سنين وبعدين إيه قفلنا الجمعية دي من 3 سنين تقريبا. هل ده احنا فشلنا؟ لا، احنا حاولنا بمؤتمر، حاولنا بتجميع ناس، لكن ما قدرناش نستمر في الآخر. كان جزء من تغيير التفكير دي بالنسبة لنا شخصيا ليه؟ لأن كنت في يوم من الأيام راكب في الطيارة وكان جنبي واحد إنجليزي فبنتكلم في الموضوع، كنت انا بتكلم على الايدز وبتاع ده، فهو قال لي الايدز ده مش مرض للمسلمين. قلت له يعني ايه؟ هو في جرثومه تخش عند المسيحي وعند الهندوسي وعند اليهودي ها وما تخش عند المسلم؟ مين اللي قال الجرثومه ما تعرفش الدين، ما تعرفش اللون، ما تعرفش اي حاجه؟ فطبعا ده كان اشياء من اللي جعلتنا ان احنا نقول لابد ان احنا كمسلمين يكون لنا بصمه في مكافحة مرض الإيدز. بعد كده قفلت طبعا، مش معنى كده انها قفلت اننا فشلنا. بدأت الهيماتيريان فورم اللي هو المنتدى الإنساني اللي يمكن بعضكم يكون عارفه دلوقتي، اتسجل سنة 2008 وبدأت العمل ليه في 2002 بعد غزو أفغانستان وبعد الحرب في أفغانستان وبعد أحداث 11 سبتمبر. كان لابد احنا نعمل شيء، كنت انا شخصيا وانا بسافر في كل حته لازم ازور السفارات، السفاره المصريه، السفاره البريطانيه، السفاره الامريكيه، الى اخره الى اخره، فرصه عشان نشرح ان احنا دورنا الانساني ايه وان احنا بعيدين كل البعد عن مركز الاتهامات ان العمل الانساني الاسلامي هو عمل مرتبط بالارهاب او التطرف او الرجعيه. فكنا اتفقنا ان نعمل مؤتمر في مصر في 2004 او 2005 على اساس ان احنا نسميه ايه كايرو كونفرنس، علشان يفصل العمل الانساني العربي والاسلامي عن الارهاب. وكان لنا لقاء مع الرئيس بيل كلينتون في لندن في فبراير 2005، كان هو مبعوث السامي للامين العام للامم المتحده للسونامي، وكان نازل وقف في لندن يوم علشان هو رايح اندونيسيا بعد كده. وكنت انا عضو في جمعيه اسمها لجنه الطوارئ البريطانيه الدوليه، فجاي قعد معانا عشان يديله فكره. فالاعضاء اللي كانوا في الجمعيه قالوا اتكلم انت عن الفكره بتاعت اللي هو تضييق على العمل الانساني الاسلامي العربي والاسلامي. فلما كلمت الرئيس بيل كلينتون في فكرة المؤتمر قال لي ما تعملش مؤتمر كبير هيخوف الحكومات، اعمل لقاءات صغيرة. فجزاه الله خير، حول الفكرة الكبيرة من عقليتنا احنا العربية والإسلامية عايزين مؤتمر في 1000 و2000 و3 و5 و10 ونقعد نعمل زي الغوريلا والاخر نطلع في شنكو فنكوش، الا ان احنا عملنا 14 مؤتمر صغير من اندونيسيا دي جنوب افريقيا للكويت للأردن لمصر لكل الدول اللي احنا اتكلمنا فيها لندن الى اخره. وبدأت اتعمل المنتدى الانساني واتسجل في 2008 وهو مازال الى الان. المنتدى الانساني هو مظلة او كبري او بيربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب والاسلام والمسيح وغير الاسلام. نحن نعاني فيه من عدم فهم المتبرع لقيمة هذا العمل، عمل هو التواصل، بناء الشراكات، بناء القدرات، وقبلك اللي هو المناصرة، الأبحاث، تنظيم الأعمال، وقبلك وهكذا. ليه؟ لأن احنا كلنا بعواطفنا وظيفتنا ايه؟ أكل شرب نيم لبس عالج، لكن ابني لا، امنع لا، ابحث لا.
جمع لا. شوف بقى العقلية لابد تتغير، العقلية لابد تتغير، العقلية لابد تتغير. فما زال المنتدى موجود لغاية دلوقتي، لكن هو ايه بيعاني من عدم قبول المجتمع للفكرة، ونحن نجاهد في 10 سنين اللي فاتت. بعدها في نفس الوقت عملنا حاجة اسمها المجلس او اللي هو الايه المنتدى الاسلامي الخيري. واحنا بنعمل منتدى خيري الانساني اللي نتكلمت عنه ده، كان كتير جدا من الشباب المسلمين يقول طب ليه ما تجمعش المسلمين؟ طيب هنجمع المسلمين بعد ما ننجح في تجميع المسلمين مع غير المسلمين. وبدأنا المنتدى الخيري الإسلامي ده بتجميع من 5 جمعيات، هي المسلم ايد، اسلاميك ريليف، هيومن ابيل، هيومن ريليف فاونديشن، ومسلم هاندز. دول كلهم في بريطانيا، دي تجمع المؤسسات الإسلامية في بريطانيا. قعدنا 2 أو 3 سنين نتناقش بينا وبين على فكرة المنتدى وقانون المنتدى وعضوية المنتدى وهيكلية المنتدى، وبعدين كده سجلناه ها في 2008. يبقى قعدنا 2-3 سنين نتكلم مع بعض، مش كده اللي بيقول لك احنا هاخد مبادرة واطلع ولا في التلفزيون اقول له ولا مؤاخذة ورق الحمام هيكون اغلى من مبادرتك، لان عشان تعمل مبادرة لابد تجمع حولها الناس، تجمع حولها الآراء، تجمع حولها الهمم، تجمع حولها الجمعيات، وبعدين بعد كده أما تيجي تطلقها تطلقها مع الناس كلها مش أنت لوحدك. فسجلت حاليا بدأنا بال5 جمعيات دول، وده وظيفة المنتدى الخيري الإسلامي ده إيه؟ وظيفته إن هو يجمع الجمعيات الإسلامية الخيرية اللي بتشتغل على مستوى العالم، وفي نفس الوقت علشان يناقش فيها قضية الحوكمة والشفافية وبناء العلاقات الدولية وبناء الشراكات ورفع الكفاءات الى اخره الى اخره، يعني بناء المؤسسه من الداخل، لان مؤسساتنا ان لم يكن كلها فغالبيتها من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله الا من رحم ربي. فلا بد ان نعترف بالحقيقه، سواء كان دي تبع لجهه معينه او جهه معينه او جهه معينه او فكر معين او فكر معين، كلنا نحتاج للتكامل والتآزر. وليه برضك؟ لان احنا في التسعينيات من القرن الماضي واول السنه دي كان الصراع والتنافس ما بين المؤسسات على جمع المال قطع رقاب، لسه موجود لغايه دلوقتي. يقول لك انا المؤسسه الاولى، انا اللي رحت هناك الاول، حكي حته انا دي نبقى نديها لايه؟ للطفل اللي عنده 5-6 سنين ها وماسك في ايده حلبسه ولا ماسك في ايده مصاصه بيقول لك انا اللي مصيتها في الاول. لا، مؤسسات اللي محترمه لازم تقعد مع بعضها وتجمع الافكار وتجمع الاراء. وده كان فكره المنتدى الاسلامي الخيري، ولسه موجود دلوقتي والحمد لله حالته احسن من حاله المنتدى الانساني. بيت الزكاه اللي هو ده كان ايضا فكره ان احنا نجيب مكان في لندن يكون فيه الجمعيات اللي لسه مسجله حديثا، اللي عايزه بس ما عندهاش امكانيه ان يكون عندها عنوان نستعمل العنوان بتاعنا، اللي ما يكونش عندها امكانيه ان تأجر غرفه او تأجر شقه او تأجر بيت نديها ترابيزه تقعد عليها وهكذا، وماشي الى الان وبنحاول نطوره علشان يبقى ايه تاني، عشان يبقى هو نفسه يشتغل ويجمع مال يصرفه على الناس على المبادرات الداخل بريطانيا. مسلم ميديا فورم ده كان حلم كبير، كلكم بلا استثناء بتعانوا من الإعلام وبتسبوا في الإعلام وبتسبوا في الإعلاميين وبتسبوا في كل شيء، تتهموا بالكذب والنفاق والرياء وكل البكابيكو دي. تعرف مين الفنكوش في الإعلام؟ أنتم، لأن أنتم ما بتعملوش مؤسسات إعلامية تستطيع أنها تقف ها ليه هؤلاء الكاذبة أو المنافقين. ده نفس اللي حصل لنا هنا، قعدنا مجموعة من المؤسسات الإعلامية، مجلات، جرايد، تلفزيونات، بلوجرز إلى آخر، وقعدنا 2009 أو 2010 وسجلنا الجمعية في 2011 اسمها مسلم ميديا فورم، يعني ايه؟ المنتدى الاعلامي الاسلامي. لما احنا اعلننا عن فيسبوك
تعرف مين اللي كان بيدعونا عشان نروح عندهم نحضر لقاءات؟ السفرات الكبيرة اللي فاهمة كلمة ايه؟ ميديا. تعرف مين اللي فشل الموضوع ده يا رجالة؟ يا بنات يا حلوين، يا بناتنا يا حلوين، الاغنية بتاعت اسمها مش عارف صباح بقى ولا اسمها ايه التانية الجزائرية دي، ولا وردة الله يرحمها، يعني ربنا يرحمهم الاثنين. مين اللي فشلها؟ المؤسسات الاعلامية اللي معانا، لان كل واحد فيهم انشغل بنفسه ما بصش للمجتمع. كل واحد فيهم في مؤسسته، في تلفزيونه، في الراديو بتاعه، في جريدته بيتكلم عن المجتمع. لكن لما جينا نقعد مع بعض عشان نبني مؤسسة اعلامية للمجتمع، كل بقى فنكوش. دي برضك واقفة ما اغلقناهاش، يعني هي ايه من حاجات اللي احنا حاولنا فيها، لكن الناس مش قادرة تتجمع علشان تعمل رؤية لعمل اعلامي للمجتمع. بعد المجاعة بتاعت الصومال، او بتاعت مجاعة الصومال، قلنا بدنا ايه؟ نجمع الجمعيات الصومالية الموجودة هنا. جمعناهم فعلا وعملنا هو الايه؟ منتدى الصومالي للإغاثة والتنمية، مصر الصومالي ريف ديفلوبمنت، المنتدى المنتدى الصومالي للإغاثة والتنمية. جمعنا جمعيات 10-11 جمعية، وقلنا نقعد مع بعض وسجلناها، وقعدنا 3-4 سنين. وبعد كده الناس كلها فنكوش فرقيعة. ليه؟ لان كان الناس كلها جاية علشان فلوس، احنا ما عندناش فلوس، عايزين نتحول من اننا بس نيجي في منتدى او في لقاء او في مؤتمر او في اي حاجة من اجل جمع المال، الى ان نأتي لكي نجلس لنجمع الافكار ونشحذ الهمم ونعمل الشراكات. من الشركات بعد الشغل 3-4 سنين، وشغل كان رائع في مقديشيو وفي هرجيسة وفي نيروبي وفي لندن، وبسم الله ما شاء الله كل واحد مشي يبكي على الله، لان كل واحد عنده جمعية صغيرة مش فضيلك، طالما انت ما تجيبلوش فلوس مش هيقعد معاك. فوقفت الجمعية والأسف، لان مستوى العاملين في الجمعيات يعني مازال منشغل بأشياء أخرى، دي مش أولوية، التجميع مش أولوية عنده، فوقفة إلى الآن. برضك بالنسبة لليمنيين في 2012 نفس المصيبة اللي حصلت، اللي هي مازال إلى الآن، اللي أصبحت اليمن جريمة كبرى على كل الدول العربية والإسلامية وكل المؤسسات اللي هي من منظمة التعاون الإسلامي للجامعة العربية للأمم المتحدة لكل منظمة. وجمعنا برضك اليمنيين عشان نعمل لهم نفس الموضوع. جونا لما كان مع الناس كلها جايه عشان تاخد ايه؟ تاخد فلوس فقط. بعد كده هو واقفه زي ما هي، لان مفيش انترست، كل واحد منشغل بالحته الصغيره بتاعته، مش قادر يبني الرؤيه الكبيره. نقول ايه ده؟ ان الناس اللي هو الناس من اصول يمنيه، من اصول صوماليه، ما زالوا لم ينمو عندهم النضج عشان يعملوا التجميع. كل ماشي ورا فكر معين، ورا ثقافة معينة، ورا جمعية معينة، ورا مشروع معين، ومش قادر يشوف المجتمع ككل. فهنا لما نبص للمسيرة بتاعت 40 سنة دي او 35 سنة، ونلاقي ان في حاجات وقفت، في حاجات ماشية، في حاجات بتحتضر، في حاجات مركونة على الجنب، ده مش معناه ان احنا فشلنا، بالعكس، نحن احياء واحياء واحياء، ونحن سنعمل وسنعمل وسنعمل، وان فشلنا في 1000 تجربة. فلذلك كل واحد منكم يا شباب وشابات ما يتخش الهاشتاج على شخص معين تلمزه وتغمزه فيه او على كذا، ان هو ده ايه يعني، خلاص ده هو عمل ثورة. لا ابدا، انت عملتش حاجة. الثورة في البناء، الثورة في العطاء المجتمعي، الثورة في توريث الاجيال، الثورة في تفعيل الطاقات، الثورة في تجميع المجتمعات، شتات المجتمعات. تعرف الثورة في سوريا والعراق تكون ازاي؟ تعملوها في اليمن، ترجعوا اهل سوريا لسوريا، وترجعوا اهل العراق للعراق، واهل الموصل للموصل، واهل حلب لحلب. ده بقى هو الشغل، مش تعمل لي هاشتاج وتعمل لي لايك وتعمل لي حاجة كده، لا،
انتم مخدرين بالسوشيال ميديا، اخرجوا من السوشيال ميديا للمجتمع الحقيقي اللي احنا عايشين فيه. نحن لم نفشل ولن نفشل ولن يفشلنا احد، لكن الذي يفشل هو القاعد وحاس ان العالم في الصندوق بتاع الكمبيوتر بتاعه او في السكرين بتاعة التليفون بتاعه، هو ده العالم بالنسبة له. لا، ده مش العالم، ده ولا شيء. العالم بره يختلف، والعالم عوالم مختلفة في كل مكان وفي كل زمان، كل ثقافة، كل تاريخ، وكل لغة، وكل حضارة، وكل دين، وكل قيمة، وكل عقيدة. فإذا أردنا ألا نفشل ونحن لن نفشل، لابد أن نجرب ونجرب 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 إلى أن ننجح ولو مرة واحدة في الألف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير.